منه يكون الكرة. اليوم إضراب غدا إضراب. وعندنا مطالب شرعية. وعندنا حقوق منسية. وحقوق في الجامعات. هذا الشكل النظامي جاء كرد فعل على أولا الاقتطاعات الصريخة من أجور ورواتب المضربين والمضربات الهزيلة أصلا، المضربين والمضربات الذين شكلوا وعفوا الذين جسدوا أشكال نظامي، فقط للمطالبة بفتح الحوار مع وزير حكام لا يحسن إلا الاحتقار والحيف والتمييز ولا مساواة ولا عدالة. وكنشوفوا أن جميع الوزارات فتحات الحوار مع النقابات، يمكن ما تفاهماتش يمكن تفاهمات، المهم الحوار مفتوح. حوار مفتوح يعني هذيك البهرجة في المستشارين، انني غنفتح الحوار بدون ضغط، شحال غادي يصبروا هاد الموظفين الجماعيين؟ رغم انه المذكره المطلبيه اللي عندهم في 34 فوقاش غنبداو؟ فوقاش غنكملوا؟ فوقاش غنبداو؟ فوقاش غنكملوا؟ ما بعد اخر وقفه امام المديريه ديال التنسيق النقابي ديال 4 ديال النقابات، اعطينا مهله ديال 15 ولكن لا مستجيب. ودات مذكره طلبيه باسم 4 ديال النقابات من اجل الحوار وما كاينش الحوار، يعني باش نفهموا الا كاين شي واحد دار الاضراب راه ماشي حنا، وزير الداخليه هو اللي كيدفعنا نديروا الاضراب. انت كتحيدوا هذا الحق السيد العامر بلا ميساج ديالك، كتحيدوا هذا الحق، كتامروا باش يدير اقتطاع غير قانوني. يعني هذا النهار جينا كنستنكروا هذه الحمله المصعوره من اجل اقتطاع ايام الاضراب ومحاوله ردع نضالات النقابات، ولكن احنا جامعتنا الخط الكفاحي راه ما غنتخلاوش عليه، ما غنتخلاوش عليه، بغيتو تقطعوا قطعوا، زيدوا قطعوا، احنا غادي في الخساره. هذه بالنسبه للمساله ديال الاقتطاع، باش تعرفوا بالله حنا مرغمين باش نديروا هذه الخطوات النظاميه. انا اكتفي بنموذج واحد فقط، واحد المثال فقط، ما تشتيه هذه الجماعه الترابيه، غادي نمشيو فقط وهذه رساله قويه لمن يهمه الامر، على اساس ان الجماعه الترابيه الوحيده اللي هزت حمل والعبء نتاع فيروس كورونا. لما هزت الايادي كاملين، السلطات رفعت الايادي، الوقايه المدنيه، الصحه هزت الايادي، وبقت في الساحه الوحيده هي الجماعه الترابيه اللي قدمت وبقات باش تقدم، يعني دخلت لهذا الميدان اللي الميدان ماشي ديالها، ورغم ذلك مشات لانك انطلاقا من مبادئها ومواقفها ان هذه مساله وطنيه ودينيه، لان العدو فيروس كورونا هو التي كانت تحارب الدوله، واحد العدو اللي هو خفي، ومع ذلك لا ما سمعنا حتى شي حاجه لا من الشكر ولا تقدير ولا تعويضات اللي عطات عفوا القطاعات. ثانيا كنا سبق لنا درنا واحد الانتقاد شديد اللهجه على
التنسيق الرباعي، ولكن في الحقيقة أخطأنا في الظن، لأن هاد الإخوان كانوا حكماء وبغاو يفوتوا الفرصة باش نقولوا تبع الكذاب حتى لباب الدار. أعطاو على روحو جميع الإضرابات والاحتقان السياسي اللي كان متفشي، وما من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي في بلدنا الحبيب. ومع ذلك لا أذان ساغية ومستمر في الجيانو، لأنه هو مريض مما يسمى بجنون العظمة. أقول النهج اللي نهجه وزارة الداخلية في الاحتقال بأن البارح والتاضح والكاشف في جامعة زايو. إحنا كنا كنديروا واحد الإضراب انطلاقا من فصل 29/2011. هذا الدستور وقع ظل سنوات عديدة في الرفوف، لأنه كيشرع لنا وعندنا الحق باش نديروا إضراب أو وقفة، لكن داخل المرفق الجماعي. جا واحد مقدم من حقه يدير التقرير ديالو، ولكن بطريقة استفزازية. صيفطوا الباشا باش يدير التقرير، أو الله أعلم بدا كيصور اللي ما عندوش الحق، لأن هنا كاين تحت حرمات هذا المرفق. كان لان هناك نقط حمراء ما خصوش تجاوزها، فكيصور كيصور الاخوات ديالنا، وبالاعلان قلنا لهم ما تصورش، وبالاعلان التليفون رديناه له. ولكن الملفت ان بطريقه فيلم هوليودي جا السيد القائد الصغير المقاطعه الاولى بطريقه هوليوديه على افلام الوسترن، ودخل الجماعه بتهور وناقش بصراخ على اساس ان علاش سيدي حيدو التليفون، قلنا له سيدي ما عندوش حق الصور، هذا ماشي كولي، هذا مرفق يجب ان يحترم. والمساله الاخرى للحق للرئيس الوحيد اللي امر بالصرف واللي عنده الحق يقطع ولا شي حاجه. حنا كتوصلنا المسائل ديالنا الخاصه فعلا بتهور ودوس على القانون واحتقان القانون وقدسية القانون، كما كان تحتقر أعلى أحكام صادرة من أعلى سلطات البلاد كانت تحتقر ولا زالت تحتقر. إذن نحن كنمارسوا واحد الحق شرعي قانوني، وكنقولوا للباشا كيقول لك حنا اللي صيفطنا السيد، نعم يصيفطوا ديال الخدمه ديالهم مزيان، ولكن باش يصور لا. والفنا هذه كتزاد على واحد النقطه سوداء اللي ما زالت السلطات تمارسها. اولا باش ما ننساش هذا الاقتطاع، هذا اي نقولوا اقتطاع، نقولوا صريخة من جيوب المواطنين، لان الموظف راه كيبقى مواطن عباد الله. هذه صريخة، وهناك ضغوطات كما قالوا الاخوان، ضغوطات على رؤساء الجماعة. اذا من هنا اوجه رسالة عاجلة الى رؤساء الجماعات، رؤساء الجماعات اللي ما داروش الاقتطاع كنعطيهم التحية والتحذير، اما هذوك اللي داروا اللي طبقوا التعليمات ورشنا السيركيلاسيون لسيادة العمالة من العيب والعار. إلا لقيتوا المضمون ديالها عيب أنها كتعطي أمر رؤساء الجماعات اللي كنظلم القانون. إذا تحية نضالية عالية، نحن سنستمر، وكما قلنا السيد الفتيت اللي مريض بجنون العظمة، أقسم بالله ما نتراجعوا، أقسم بالله ما تخوفنا ولو الرصاص قد، ولو كنت بالفعل كتبنيها الخير لها الأمة. السلفتين وكان كنت تبغي بصح الخير لها البلاد، كما كان حنا وطنيين والوطنية كتجري لنا الدم، ما نبغوش الشعرة تاع على هذه البلاد. وكان فعلا كيهمك أمن هذه البلاد، اللي كتشوفوا ناس في مراكز عليا ونافذين ولا توردوا مع ما يسمى بإسكوبار، لنا الحق نقولها لأن خوفا على بلادنا، حنا كيهمنا الأمن القومي. سيد عميق للنظر، عليك أن تفتح ملفات الفساد، لأن الناظور جوهرة وخرجوا عليها الشفارة، ماشي تبلع البزبوز نتاع الماء على إقليم الناظور على الساكنة، ماشي تبلع وتفعل لهم الضوء. فعلا إلى هاد الناس بلاو الفرضاويين ما مين جاو، كانوا كيديروا ما كانوش كيديروا في الليل. إذا كان الحلول باش تعطيهم الماء والضوء، ماشي تسد عليهم، وفتح الملفات نتاع الفساد اللي هنا، وما تضغطش على رؤساء الجماعات. أنا كنقول أي رئيس جماعة رضخ هذا
لهذا الاقتطاع او لهذه السرقه من جهه الموظفين عار عليه ولا في كلف العجينه. تحيه نظريه عاليه واستسمح وشكرا. كان يفترض نكونوا في الولايات المتحده، حنا ما كاناش نكونوا كنديروا القطاع ديالنا، لان حنا هما قطاع الكوب وحنا هما القطاع اللي الا كان شي حديث على التنميه هو القطاع الجامعه الترابيه المؤهل لقوي قيام هذا الدور. كان يفترض نكونوا في البيرو ديالنا نديروا الخدمه ديالنا. كان يفترض في الاجهزه الامنيه اللي راه واقفه هنا امام الجامعات تكون تدير المهام ديالها باعتبار كاين تحديات الامنيه وتدير المهام ديالها الحقيقيه. حنا راه حنا واقفين هنا أوفرين ولاد الفلاحة ولاد هادو كاملين اللي واقفين هنا لأسباب الاحتقان وديال الاحتجاج وما إلى ذلك خصنا نجلسو ونحيدو الأسباب. حنا ما محتاجينش حتى الإضرار، جلسوا معانا حلوا معانا المشاكل اللي تحل الآنية تحل اللي خصها الوقت نعطيوها الوقت ورحنا مستمرين. المسؤولية هي هذه ماشي هي المسؤولية ديال تجلس في البيرو ديالك وتسد عليك وتعتمد مقاربة ديال القمع، لأن راه ما غاديش تعطينا نتيجة. نقابي وراسي مرفوع، نقابي وراسي مرفوع. قبل ما نمشيو لقراءة الفاتحة ترحموا على السلطات الإقليمية، السي غرابي قال واحد الكلمه اللي هي رساله مهمه، مادام ان الحوار مسدود فلنا الحق في اي مكان عمومي غننتجوا ليه وغنديروا الحوار هنا. دابا نمشيو لقراءة الفاتحة ترحما على وزارة الداخلية والسلطات المحلية لما كتحترمش الدستور لما كتحترمش قدس القانون. بسم الله الرحمن الرحيم، رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله يرحمهم. هذا الشكل النضالي درناه في خصوص أن وزارة الداخلية يعني سدات باب الحوار بالنسبة للجامعات المحلية، وأنا كعضوة في أنا ك يعني ككاتبة عامة نتاع الإنعاش الوطني هنا في الناظور، مع العلم أن النقابة الوطنية للعمال وموظفي الجامعات المحلية، النقابة الإنعاش الوطني راها عضوة داخل الجامعات المحلية، بحكم أننا حنا كنطالبوا غير بالحقوق ديالنا، عمال الإنعاش الوطني كيشتغلوا داخل الإدارات العمومية، جميع المرافق ديال ديال الإدارة العمومية كنشتغلوا فيها، ولكن بدون أدنى حق، ما عندناش سميتو هذا الآخر ديال الأجور، ما عندنا ما كنخدموش بالسمية، كنخدموا ب 1500 درهم 2000 درهم الماكسيموم كاع، مع العلم أننا قلت لك حنايا يعني راه كنخدموا داخل جميع الادارات العموميه ووزاره الداخليه. وبالنسبه للوزير كيقول لك بان عمال الانعاش الوطني اننا موسميون، وحنا ماشي موسميون، حنا راه حنا يعني موظفون داخل الادارات العموميه، داخل الادارات العموميه المغربيه. حتى حنا راه حنا عندنا يعني راه حتى حنا عندنا شواهد، عندنا كاين اللي عنده اجازه، كاين يعني كاين جميع المستويات. ومع ذلك ان الوزاره كتقول لك انكم نتوما موسميون، حنا ماشي موسميون، حنا موظفون داخل الادارات العموميه ولكن بدون ادنى حق. ما عندنا لا سينيسيس لا صندوق الضمان الاجتماعي، ما عندنا حتى شي حاجه. يعني كتخدم في اداره بحال انت موظف بحال نفس العمل كتقوم به، ولكن انت ما عندكش لا سينيسيس، ما عندك لا الحد الادنى للاجور، ما كاينش التقاعد، ما كاينش بزاف د الحوايج، فهمتي؟ يعني هذا الشيء حنا قلت لك حنا يعني جماعه يعني النقابه ديال الانعاش الوطني عضو في الاخر، حنا دائما كنساندوهم وكيساندونا، وهذا الشيء اللي كاين. حنا كنطالبوا غير الحقوق ديالنا، كنطالبوا وزاره الداخليه باش انها تشوف من الاخر ديال هاد العمال اللي كيشتغلوا، كنشتغلوا تقريبا كنشتغلوا حنا بحالنا بحال الموظفين، ولكن ما عندناش الحقوق، ما عندك حتى شي حق.